وشوشة. ان شاء الله الهدوء يا شباب الهدوء لو سمحتوا جميعا الهدوء ان شاء الله الهدوء يا حكم فضلك لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل فهو رب العرش العظيم. نسمع الفاتحه ان ربنا يبارك في دينك. الفاتحه جميعا شباب وحريم فضلك لو سمحتوا الفاتحه جميعا بسم الله. نقول جميعا نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا وبارئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدقت يا رسول الله. ويقول ايضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له جاء واحسن الفرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ايضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف واضحا لنا الزوجة الصالحة تنكح المرأة لأربعة لدينها ومالها وكمالها ونسبها أصفر ذلك تربت يداك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله تعالى وقد الإجابة أن مغفرة الإنسان غير سعيد من يكون مبتدئا الكتب التي مغنيه على كتابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صراط المسمى البيان عجل وعجل على مدى الأمين الأعظم أدى حنيفة المسيح وعلى الله عليه وسلم. أردت زواجة كلها وأنا أيضا فتنة الزواج. كل جميعا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.